فلاش باك. ضيفي اليوم العميد معاش محمد المنير حمد محمد السراج، وهو من مواليد حي الوابورات عام 37 900 و1000، تخرج في الكلية الحربية عام 57 900 و1000، نال درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 70 900 و1000، عمل بمدرسة المشاة بجبيت، واختير أول أمين عام لثورة مايو في عام 69 900 و1000، وأول من أسس مكتب قيادة الفاتح من سبتمبر بليبيا، وابتعث ملحقا عسكريا ببلغراد، وتولى قيادة سلاح الأسلحة والذخيرة وسلاح الإشارة بعد أن تقاعد للمعاش. مثل السودان في العديد من الشركات العالمية، وألف كتاب عمر السنين أيام. وربما يكون هذا العنوان لا يتوافق مع الروح العسكرية، وإنما يتوافق مع روح فنية ربما نراها في هذه الحلقة. فهو شاهد على العصر وموثق وخزينة أسرار وراوي للعديد من الحقائق. سعادة العميد مرحب بك ومساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصلاتك التي صليت بها عليه وصلاة ملائكتك وجميع مخلوقاتك التي لا يعلمها إلا أنت، والحمد لله حمدا يليق بكرم وجه ربي عز وجل، والتحية والتقدير لقناة الشروق، وأتمنى أن تكون مرآة وضوء لكل الحقائق والحقيقة للأجيال الجاية. نعم، نبدأ رحلة. والتحية للمشاهد أينما كان. الحمد لله، يعني إن شاء الله أتمكن أن أوضح بعض الحقائق لكم وللأجيال الجالية والجاية إن شاء الله. والموضوع هو ما موضوع يعني غلاط ولا كده، حقائق، وأنا أتمنى أن تصل لجميع الناس إن شاء الله. نعم. نبدأ رحلة التأرخة بعلاقة ثورة يوليو أو الضباط الأحرار في مصر بانقلاب مايو هنا في السودان، والاتصالات التي تمت بين الضباط الأحرار مع الرائد هاشم العطا وفاروق حمد الله، وأثر ذلك في قيام ثورة مايو. نعم. الخلفية بتاعت مايو زي ما حصل انه في مناسبات كثيره جدا وفي محاولات كثيره جدا، والمحاولات دي في النهايه الحكم ده ما ينزل، الحكم ده اجل لازم تاريخ كده الانسان وينزع ربنا ممن يشاء وكده. ف يعني احنا كنا زمانك يعني في اجتماعات الضباط الاحرار وكده وكل شيء، لكن من اكتوبر انا قررت انه اكون ضابط لحد ما امشي المعاش. والخلفيه بتاعت مايو في محاولات كثيره وكده وفي اجتماعات كثيره، واخر وفي اجتماعات يعني الناس قالوا حقه ما يستعجلوا يعملوا انقلاب. وكان يعني في جبيت، يعني حتى يعني كنا في جبيت وكان في نميري ومزمل وجماعه ديال وكده ورشيد رشيد نور الدين والناس كلهم، وكانوا جونا في الكورس يعني مجموعه من الشباب ناس مامون زي العبدين وابو قاسم والناس كلهم، ويعني كانت حياه جميله. ومهما كان الخلاف وفي وجهات النظر والالوان المختلفه، لكن الناس كانوا كويسين. فبعد ما رجعنا يعني كان نميري اللي متكلم معاي بيقول لي حصل وحصل وحصل، ما قلت ما كان عندي مزاج ولا بهتم. انا قررت انه من اكتوبر 64 كنت يزبش في سلاح الاشاره، وقبضوا السمير ديل وجابوهم في سلاح الاشاره، وكان في اجتماع كان المفروض يكون في بيت الرائد محمد محجوب عبد الله، واتصل بينا كان بابكر النور قال احسن الاجتماع يكون برا. فاخترت عليهم نمشي جنان البلدية، في جنان البلدية حضرنا المذكرة ومشينا في بيتنا، الناس عملوا المذكرة، وكان جاء عداء مزمبل كانوا في نور الدين مبارك وعلى الدين محمد عثمان ومحمد عجيب عبد الله وابو بكر النور وجاء طاهر محمد عثمان، وكانت في المذكرة ديك، والمذكرة مشت
انا كنت بضابط اشاره وبالحقيبه بتاعتنا وديناها والناس كلهم عندهم اتصال وكده. فتاني يوم انه حصل في اجتماع في ام درمان وكان في عمر الشفيع والجماعه دي كلهم موجودين وزي المذكر ذاته انسحبت ولا كده. فانا يعني قررت انه ما اخش في اي مشكله ولا ضباط حرب، قلت اقعد ضابط كده لحد ما يرفدوني وكده. ويعني بعدك نقلوني جبيت وكان جاني ميري هناك واستمر الحال. كان فاروق عثمان حمد الله كم ابو بكر عوض الله قدم له واحد مصري جاء وجو في بيت فاروق عثمان حمد الله وكان في هاشم العطا وفي الرشيد ابو شامه. والمندوب قال والله احنا جايين مخصوص عشان ننسق ونديكم اي دعم نعمله لكم، انتوا احنا مستعدين. المندوب كان من وين؟ من مصر. ايوه، دي يا دوب بدات العلاقه بتاعت التشبيك بين الضباط الاحرار في مصر وهنا في السودان. لا هي ما كانت موجوده يعني العلاقه كان قبل كده لما جاء صلاح سالم ومشى الجنوب ورجع وكده. لكن الحاجه المهمه جدا النقطه دي اللي من جبهه فاروق عثمان في العمارات في بيته وجا هاشم العطا ورشيد ابو شام الاسي موجود الحمد لله. فكان جابوا كان رسول لهم باب عوض الله وكان يعني هاشم زول يعني دفعتي وراجل محبوب وكده هاشم العطا نعم. فرد له برد كويس مقبول وقال له يا اخي احنا نشكركم على الجهه دي وانا احنا هنا يعني تنظيمنا ماشي كويس ويعني بكل زوج كده قال لي وانا احنا اتاكد لو في اي مساعده او اي شيء هنتصل بكم وكده. والراجل شكرهم ورجع. يعني بدليل انه فاروق ديا وما كان يسار ولا كان اي شيء في اول حاجه، يعني ما كان فاروق ديا كان زول عادي وكده وبعلاقته مع رشيد نور الدين. ففاروق ديا لما كان مشى طلعوا من الجيش كان معه جماعة فنزل شغلوا في بعض الأماكن يعني كان إداري وبعدين كان عنده نية يمشي الخارجية وكده. وكان رشيد نور الدين مشى الكلية الحربية في الكويت. رشيد نور الدين كان بيرسل له كل شهر قروش مبلغ يعني في دولارات برسلها وانا بستلمها بوديها له. في ابريل 69 انا مشيت وديت له الجواب فيه دولارات وكده عشان يقدر يعيش بها ويساعده وكده. وبرضه كان بيساعده الزول الثاني يعني محي الدين مبروك برضه دفعتنا وكده. ففاروق ده انا قعدت معه ساعتين كان محاول انا اجي اخش في التحرك الجاي. فقلت له يا اخي انا ما عندي مزاج ولا الحكم ذاته ما دايره. كان قال لي تعال الرئيس ما عاوز. فانا حاكون ظابط لحد ما يرفدوني. في يوم 24 مايو انا واولادي وحبوبتهم مشينا لنميري بعد المغرب طوال، كان بيصلي في المغرب. طيب نحن حنجي لتفاصيل الانقلاب، لكن بس لو توقفنا عند نقطه التشبيك ما بين الضباط الاحرار في مصر وما بين الضباط هنا داخل السودان لانقلاب مايو. انت تفضلت بانه فاروق تقصد فاروق حمد الله مش كده؟ نعم. تقول انه فاروق حمد الله غير شخص عادي وغير منتمي لحزب؟ ما الوقت ما كان منتمي في ذلك الوقت قصدك؟ نعم. ايوه قد يكون الانتماء لاحقا. طيب المعروف انه انقلاب مايو محسوب على القوميين العرب. وجود بعض الاشخاص معروفين بانهم بتياراتهم مثلا زي هاشم العطا معروف انه شخص شيوعي يعني منتمي للحزب الشيوعي. فالتشبيكات الداخليه دي وجوده والى اي تيار ينتمي انقلاب مايو فعلا؟ لانه شفنا مندوب، تحدثت عن مندوب اتى من مصر الى السودان والجماعه اللي كانوا حاكمين في ذلك الوقت بعد انقلاب يوليو اللي هم القوميين العرب في مصر. ووجود اشخاص داخل التنظيم مثل هاشم العطا هو من الحزب الشيوعي السوداني معروف. فما هي الواجهه السياسيه الحقيقيه لانقلاب مايو؟ والله انقلاب مايو الواجهه يعني التنظيم ده من بدري مستمر من بدري وفي خلفيات وانا كنت وضحتها في الكتاب بتاعي الخلفيات الجابه اللي قصدي تورينا ليه لو سمحت. نعم لانه ما كل لو تسرد لنا لانه ما كل الاشخاص يعني اطلعوا على الكتاب. اي فالكتاب بتاعي ده انا يعني
جبت لكم بنفسي هنا ولكل القنوات عشان يقروه ولكل الجرائد عشان يقروه. طيب احنا نتحدث عن خلفية الانقلاب. ما ده كل الخلفية ده مكتوبة في الكتاب، لكن المشكلة زي ما قلت لك الانقلاب دي والحكم دي ما بيتزول، كل أجل انت انتهي خلاص الأجل بتاعك، يعني إذا ربنا ينزع من يشاء ويهب لمن يشاء. فكان صلاح سالم جاء وكان في يعني الضباط كانوا بيمشوا مصر وكان في علاقات، وأول ما جاءت مايو ما كان يعني هو محسوب على المصريين وبس، يعني يوم 25 مايو أصله الحركة القصة دي بسرعة شنو؟ كان في معسكر في خور عمر فيه مجموعة من المظليين ومجموعة من المدرعات، ونزل كلهم كانوا يعني زي اخوان، علاقتهم كانت كويسه جدا جدا. فنزل يوم 24 مايو قرروا انه يقوموا بالانقلاب 25 مايو. فنزل هم اجتمعوا هناك وقفلوا المعسكر وما في واحد يطلع ولا حد يجي لحد ما جاني ميري وبالليل وحصل التحرك. يعني حتى الشيوعيين اللي يعني هاشم ما كان مشترك، هاشم كان في المانيا و يعني أبشيبة، لكن كان داخل التنظيم يعني بدلاله انك تحدثت انه هو الذي تحدث مع المندوب القادم من مصر. نعم اي كان يتحدث معهم. هاشم ده يعني زول دبعتنا وكان زول شاطر وكده وزول يعني اخوان وكده. فما هاشم يعني الحساسيه بانه العلاقه بين الناس كانت كويسه وكده. يعني حتى مجلس الثوره من حصل كيف؟ يعني مثلا ابو شيبه معروف يعني راجل كان في الجنوب مع ناس خالد ونزل وكان زول محارب كويس وكل شيء، فتعين المجلس زي ذاته. يعني بالليل يوم 24 مايو بالليل كان في امتحانات بتاعت الضباط في القلعة هناك، فبالليل جاء واحد للمهندسين وكان الرشيد ابو شامة يداب جاء من الامتحانات، هو هناك عضو في الامتحانات، واحد دق له الباب قال له الجماعة تحركوا السريع عايزينك تأمن لنا المنطقة بتاعت ام درمان دي وكده. فالرشيد مشى، كان اليوم هذيك يعني الغايد عثمان امين كان مشى موسكو في الوقت بالليل يعني، وانا مشيت حتى ودحتهم لانه كان ابو زوجتي كان السفير هناك في موسكو. فقال الرشيد ابو شامه مشى للغايد بالاناء محمد المامون ايوب قال له نمره 2 وكلم وقال له الجماعه اتحركوا. ف داك سكت ما قال حاجه. وثاني يوم الصباح برضو الغايد بالانابه عرف الموضوع وقام سال الرشيد ابو شامه قال لي هل انت ما كلمتني انا الليل؟ بينما انه زولته كان عارف، لانه لما حصل التحرك بالليل كان ابو العائله الضابط العظيم في بحري، فلما كلموه كلم الغايد كلهم، والكلام ده قاله واحد من الضباط الكبار في التحقيق مع الجماعة فجروا ثورة مايو ديل وكده. فأبو العائلة كلموا والناس كلهم عرفوا، حتى الشريف حسين كان بايت في الاستراحة في الاستراحة بتاعت الأقطان هنا في نمرة 2، فجاءوا عباس واحد اسمه عباس بابكر كلموا وطلعوا من هناك الجماعة دي، طلعوا طوالي مشوا أبو صمت مشوا المدني، ومن هناك عباس كنين اداهم عربيتهم وطلعوا، وده الزور طلع الشريف بالليل اليوم هذيك وكده. هاي ف لما جت مايو كانت المجموعة دي يعني فيهم ناس مايلين أميل للقوميين العرب، وفي ناس أميل للشيوعيين، وفي ناس يعني أولاد ناس وكده. فعلاقة الناس كلهم حتى الشيوعيين في المجلس كانوا ناس كويسين، يعني كان ما في حاجه.
ومش يسمعوا الناس انه ده طلعوا الاسرار، وسط ما في اسرار يعني لو قدامك. لكن المشكله انه النمير اللي بيجا لقى انه هو محاصر، يعني محاصر بين القوميين العرب وبين الشيوعيين، واشار ذاته في ناس موافقين وفي ناس ما موافقين. فالمهم نميري نفسه لم يكن منتميا للقومين العرب ما اي حاجه، ولم كان منتمي ولا اي حاجه. نميري اصلا من بدري جدا يعني عمل محاولات كثيره جدا، حتى نتكلم عنه يعني حتى نميري لما كان في الاستيداع في المحاوله الفاشله كده كان في الاستيداع، وكان الحرس بتاعه عوض احمد خليفه. وبالمناسبه عوض احمد خليفه طبعا هو اول الدبعه الثالثه دبعه نسيم ميري، وبعده مبارك عثمان والجماعه كلهم والذهب ومحمد و طيب كلهم. طيب نحن لو نقوم نتكلم عن المحاولات المتلاحقه لنميري لكي يصبح رئيسا للسودان او ليكون حكومه جديده مع اليوزباشي كبيده، مع خالد الكد، يعني العديد من المحاولات نتحدث عنها بشكل عام. هو حتى بتاعت خالد الكد، خالد الكد هو اساسا كان ملازم في مركز تدريب المستشهدين، ومعه فاروق غزالي ومعه فخالد الكد لما يتحرك نمرة اثنين له كان بتشاويش، اسمه مين كده لقبس بتشاويش ده الغاية الثاني بتاعه. ولما يتحركوا كان عندهم زي 133 ضابط صف وعندهم زي 600 مستجد، ده اللي هم اللي يتحركوا. فلما يتحركوا واحد من الناس ديل بلغ الضبط العظيم وخالد الكد مشى الاذاعه والتلفزيون بغادي، فلما الخبر هنا تعرف طلع البتشاويش ديه اللقوش ديه اتحرك مشى التلفزيون واعتقل خالد الكد ودار يجيبه القصر في الفتره دي. لأنه كان محاوله هي في الاصل يعني معلش الكلمه لكن محاوله فطيره يعني حتى العدد قليل وكذا. لا لا ما يعني اصل الغلاب ده ما حاجه سهله يعني، الزلمه لو ما عنده برنامج وحيعمل شنو صحيح يعني ما حيفشل طبعا. فخالد الكد البتشاوي بتاعه قبضه، الضابط النبطشي رسل سريتين مظلات كانوا في الخرطوم بحري جابون القصر. لمن اسهل اجهاض عمليه انقلاب يعني البتشاوي جاي قبض خالد الكد وجو القصر كلهم قبضوهم، فكل واحد فيهم أدوا بعد الربط أدوا 10 سنين وكده. وبعد ده كله البتشاويش ده طلع واشتغل في البوليس وتاني في مركز السجن المستجدين لحد ما ربطوا. وخالد الكد برضو عمل كم محاولة وكده، لكن دي كلها يعني ما ربنا ما أراد له. برضو نميري دخل مع اليوزباشي عبد الرحمن كبيدة نعم في محاولته أيضا، في محاولات هاي نعم محاولات وكده. لكن زي ما بقول لك إنه الحكم ده ما حاجة سهلة يعني انا مقتنع. شفت الحاكم ده انا من اكتوبر ما داير ولا عاوز، وانا حتى يعني مره كنت في اثينا برضه قابلت نميري، قابلته في اثنين قاعدين ضباط كان هم شافوني لكن لقيتهم بيتكلموا، مع انه نميري ده طبعا راجل صديقي وعشنا سوا وفي بيتنا بيجي عادي يعني احنا ساكنين في المقرنه هنا وكل شيء. إلا من يوم 25 مايو جو أنا كنت بقيت في بيتنا ففي الشارع المعونة، وجاء جيران الرائد عمر زروق ومحمد مولى وكده فسمعوا الأخبار وجيت قلت له ده كلام نميري ذاته اللي قاله لي امبارح وكده. فجيت أنا كنت شغال في قيادة، فنميري قام قال لي خلاص تكلم الرشيد نور الدين تقول له يجي يقطع، هو كان معلم في الكويت قال له تجي. فقام فاروق عثمان قال له انا ضربت له تليفون وهو جاي خلاص وكده الرشيد نور الدين. ففي نفس اليوم عايزين واحد سكرتير للمجلس، وحصل كان ناس الاهرام جو عملوا مقابله مع نميري، ونميري قال لهم ايوه جاني انا صديقي منير حمد باسرته وكده. نتوقف في النقطة دي، يعني جريدة الأهرام المصرية أجرت حوارا صحفيا مع نميري تحدث فيه بأنه
يعني صديقي منير حمد كده كده كده، ونصحني قال لي لا ما تتحركوا كده، والجيش محتاج لانه الناس يكونوا كويسين، الناس اي انقلاب قد ايحاء بينه الانقلاب ليس الان. لا مش نمير نميري، هو خلاص حسم الامر وكده، وتحركوا الناس وكده ومتفقين على انه نمير، يعني كان فيه كم واحد مرشحين احمد الشريف وكم واحد كده، لكن يعني فاروق عثمان من بدري طيب نحن نتحدث عن قدوم نميري بطائرة من جبيت لتقلد الحكم. تخيلي دي شوية فيها يعني حاجة كده دراماتيكية أو لا تخلو من التشويق، نتعرف عليها. نميري كان عند إجازة ومسافر جاي الخرطوم عشان معه زوجته، افتكر كانت ماشية العلاج في برا، فأحمد حسين سند الطيار مسك أرساقه وعنده بطاريات وحاجات هناك جايبه من هناك، فجاءوا نميري قال أنا مسافر معاك، فالسند لسه موجود، قال له لكن يا أخي أنا ما في تصديق، وبعدين ما عندي حتة تقعدوا فيها إلا البطاريات دي. قال لي دي تعليمات مني أنا. ركب هو زوجته في الطيارة دي في البطاريات ذاته لحد ما جو هنا، والسند ده لسه موجود حي والحمد لله، وكل زول كويس جدا جدا. فالجمعة القبالة أنا كنت فاطر معاهم في دبابور، فلما جينا في السكة راكب معايا جاي معايا الخرطوم، لما جينا جنب الهيلتون كان يعني الرئيس أزهري ماشي معايا حتى لصلاة الجمعة وكده، وقفوا الحركة وبتاع، فنميري كان قال لي يا أخي ما معقول يعني أصل الرئيس وقف الحركة دي كلها عشان الناس عندهم سفر عندهم كده وبتاع هنا، فقال لي والله يا ناسي لو بقيت رئيس أبقى يكون زول عادي وكده، ما زي الناس التانيين وكده. تخيل كل رئيس قبل الرئاسة بيقول نفس الكلام. نعم كل رئيس قبل الرئاسة يقول نفس الكلام. أصل الرئيس ده الكرسي ده لما يقعد فيه هو بقعد فيه شيطان قبالي. ده يعني حسب تجربته كده وبتاع. فالحكم يعني ما اذا كله ناس دي من هي الاسباب، يعني انا وضعت الكلام ده في الكتاب بتاعي، الاسباب اللي خلت السودان ده يعني يصل للمرحله دي، لانه شنو؟ لانه الجيش والسياسه والسياسيين مع الجيش كل دول عنده شغل وعنده حاجات كده، دي صحيح. حاجه مهمه جدا، والاحزاب بتاعتنا ذاتها كمان تداخل الادوار. ايوه وبعدين الاحزاب بتاعتنا ذاتها منقسمه من الاستغلال، كل ناس عم يقول لهم حزب ضد حزب، يعني دي برضه مهمه. بعدين الناس ما بيستفيدوا من يعني ما بفرقوا بين الدوله وبين الحكومه، الدوله هي علمت الناس، يعني انا ضابط مشيت كورسات برا والدوله علمتني وكده، الدوله علمت كل المحامين والدكاتره والناس الدوله مرتبطه الى حد كبير بالوطن وبعيده عن السياسه. أيوه. طيب لو مشينا لنقطه اخرى اللي هي تحدثنا عنها سابقا لكن نريد ان نتحدث عنها بمزيد من الايضاحات، اللي هي علاقه انقلاب مايو بالحزب الشيوعي مباشره. هنالك العديد من التسريبات انه نميري التقى بعبد الخالق محجوب في بالضبط كده يوم 24 مايو قبل الانقلاب بيوم، وحدثت العديد من الأشياء سوف نطلع عليها بعد هذا الفاصل القصير. مستمرين في فلاش باك والحديث عن العديد من الأسرار والتداعيات السياسية في الحقبة المايوية، ومن جديد مساء النور ومرحب بك سعادة العميد محمد المنير السراج. وتوقفنا في مسألة التشبيك ما بين نميري والحزب الشيوعي لأنه كان عنده العديد من المواقف السابقة واللاحقة بالحزب الشيوعي، نتحدث عن التقاء بالسكرتير السياسي للحزب الشيوعي في ذلك الوقت عبد الخالق محجوب في 24 مايو يعني قبل الانقلاب بيوم واحد فقط، وخرجت وثيقة إنه الحزب الشيوعي خالي المسؤولية من انقلاب مايو، دي نقطة. والنقطة الثانية الحزب الشيوعي كان فاعلا في انقلاب مايو، كان في وزراء مشاهير جدا زي جوزيف وغيره من الوزراء، فعلاقة الحزب الشيوعي السوداني بانقلاب مايو هل هي مرتبطة فقط بمسألة الغبينة لأنهم كانوا مغبونين جدا بعد إخراج نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، ويمكن شافوا في انقلاب مايو ده يعني
الحاجه كده اللي حتطلعهم من مساله التهميش او من مربع التهميش، فانت كشاهد عيان كيف تحلل هذه العلاقه؟ والله المشكله هو نميري يعني هو يعني عنده الصفات بتاع الغايد، يعني عنده زول بيتخذ قرار وزول كده. لكن نميري هو قبل عبد الخالق ب 24، عبد الخالق ذاته يعني هو ما مع الانقلاب، لانه ده عايز ناس اشتراكيه وناس كده وجماعه دي وكده. عبد مع التغيير المجتمعي يعني؟ يعني داير الديمقراطيه مثلا. لكن المشكله انه النميري اللي من جاء يوم 25 كان في نوع من التوازن في المجلس ذاته، يعني بابكر النور هو ما يعني ما مشترك، وهاشم العطا برضه كان هناك. فعبد الخالق برضه عنده نوع من الحساسيه بينه وبين الجماعه اصحابه ديل في الجيش وكده. يعني انا ذاتي كنت يعني كنت بابكر النور ده كان الغايد بتاعي في العمليات، وبعد ما جيت من جبهته وكده، وكان يعني في بحر بيجي خشاري وبنمشي عنده بعض اصحابه من الدكاتره وكده، فبنمشي نقعد معاهم. لكن يعني وعانا واحد صاحبنا اسمه محمد نور السيد، يا راجل برضه فكيه وكده، ما كان في سياسه ما كان في اي حاجه وكده. فيوم لما يتشكل المجلس، المجلس زي ما قلت لك نميري جاء لقى نفسه هو محاصر. عندك القوميين العرب جاي، الناس احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم والجماعه ديل وكده، والحزب الشيوعي القاسم نفسه، الحزب الشيوعي كمان براه. الحزب الشيوعي منقسم، جزء مع الحكومه وجزء ضد الحكومه او مع الانقلاب. اي جزء ضد الانقلاب، نعم. يعني وبعدين العلاقات دي كلها دي نقل نمير وهو في النص، ويعني ما قادر يعمل شنو. فلما جو الناس وعملوا له الدستور وجو الشركاء والاجراء وكده عملوا الحاجات دي، لقى نفسه هو الامر والناهي. لكن ما هو اللقاء، معلش يعني للمقاطعه عذرا، من اللقاء يوم 24 ده يعني قبل الانقلاب نفسه. نعم. فانا بتكلم عن العلاقات التمهيديه او التاسيسيه ما بين الحزب الشيوعي والحكم المايوي او العهد المايوي ان صح التعبير. نعم. يعني ما 24 ده قبل الدستور وقبل الحكم وقبل الامر والنهي. لكن يوم 24 مايو كان في خلاف، ناس مع الحكومه وناس ضد الحكومه. يعني الحزب الشيوعي منقسم الاثنين، دي كانت ذاتها مشكله. ما اقول لك انه يعني اول ما اتكلمت معاك قلت لك الاخطاء بتاعت الحزب الواحد، انقسام الحزب الواحد، يعني دي كلها اثرت في مستقبل السودان زي ذاته. لكن في النهايه طبعا عندهم كان خطاب موحد وحديثهم بانهم هم بما معناه، لا هو اللي اشتركوا في مايو ديل من الجماعه ديل حوالي 13 واحد ديل كده. بعدين زي ما قلت لك نميري لما جاء، يعني نميري اول ما جاء يعني طلع في ظباط كويسين جدا برضه طلعوهم ورجعوا ناس وكده. فالخسران منه خسران البلد. يعني يا سيدي اذا الجيش كل زول بيشتغل شغله، وحتى لما جو اشتغلوا ناس بكر النور وهاشم والجماعه ديل وكده، يعني الناس كلهم ما كانوا بيطلعوا اسرار، لانه الاسرار ذاتها ما في حماه وما في سيركان ذاته وكده. فالمشكله الخلافات دي الحزبيه هي ضيعت من اسباب ضياع السودان. طبعا لانه نحن بنتكلم عن حدث تاريخي والاحداث كلها يعني معروفه لدى الاغلبيه العظمى والساحقه. في الاصل طبعا الحزب الشيوعي السوداني طلع وثيقه او مذكره، وبما معناه ان هي مع يعني مش مع الانقلاب، لكن انه الثوره تصبح ثوره حقيقيه فيها عداله فيها التحام بالجماهير ما الى ذلك. عموما نحن نتحدث عن شيء غريب جدا، انت بتقول انك انت من اكتوبر قررت انك ما عندك اي مساعي سياسيه وما داير الحكم وما بتشترك في اي عمليه انقلابيه، ونميري وهاشم العطا وغيرهم كنت بتسمع منهم الكلام لكن ما كان عندك فعاليه حقيقيه. بالرغم من ذلك بقيت امين لثوره مايو. نعم. فكيف انت بقي عندك منصب سياسي وانت لم تشارك في الثوره؟ ايوه ما قلت لك الصباح كان ابو العائله ورتشي الله يرحمه ديل كانوا السكرتاريه بتاعت المجلس الطوالي. في نفس اليوم
المجلس قعدوا قالوا عايزين زول عشان يكون مسؤول من المجلس ده. فنميري قال لهم خلاص احنا 10 بقى فكرة عوض الله ما بيعرف الضباط، كل واحد يكتب اسم، التسعه كل واحد يكتب منير حمد. وانت كنت مقرر الا تشترك، لماذا قبلت الاشتراك في حكومه اتت عن طريق انقلابي وانت غير مؤمن بذلك؟ لكن ما تشنو انا لما كل واحد يكتب منير حمد ما يعني لما كلموني هم ما كلموني، انا منقول من شؤون الضباط يعني جواب رسمي الى القصر الجمهوري كويس، فقبلته لانه انا باخذ، انا ما طلعت من الجيش، انا لسه الوقت ذاك رايد ومرتبي ذاته بيجي عن طريق الجيش لحسابي في البنك. يعني اول ما جيت مشيت القصر قابلت ابو بكر النور وابو القاسم هاشم، فوروني الادارات وشنو وانا واجبي شنو الحاجات دي كلها وكده، فبديت انه انا اعمل النظام بتاعي. يعني انا كنت يعني انا ضابط لسه وانا في الخدمه، فقررت انه احاول بما عندي من مؤهلات وعندي خبره اداريه. انا اي ضابط يعني اشتغل فتره طويله وكده المفروض يقدر يدير المكتب اللي هو قاعد شغال فيه، وخاصه سلاح الاشاره ديل. يعني احنا في سلاح الاشاره اي ضابط في سلاح الاشاره ده عنده مؤهلات مدنيه والله جد، يعني بقول لك اسئله الاوائل كلهم في من سلاح الاشاره وكده. فقابلت ابو بكر النور وقابل المقدم ابو بكر النور وقابلت ابو قاسم هاشم، ومشيت على الادارات كلها الاقتصاديه والادارات كلها، وكان في ناس كمان حتى رفضوهم من القصر لجنه اتعملت، ناس كويسين جدا نادي معادي وناس الكاتب دي احسن كاتب في السودان كمال مغربي وكده، ودوم محلات اي زول فيه نبع جبته رايح تاني. واول حاجه يعني كان حسن علوب دزل المستشار ونزل كلهم، وعملنا القسم السياسي جبنا احسن ناس برضه مهدي مصطفى وعز الدين حامد واحمد دياب وناس كلهم ناس كويسين جدا، ده القسم بتاع الخارجيه. وكان يشتغل معي عبد الصبع عبادي وفاروق عثمان، وبعدين جابوا حجر. اول حاجه وروني مهمتي شنو، انا بحضر كل الاجتماعات للمجلس كله وبوديهم وكل، وبعدين واحد منهم بيكون هو، انا ما بجتمع معهم، بيكون يا ابو القاسم ولا مامون جيبوا لي القرارات دي انا بطلعها. طيب لكن انا يعني اهم حاجه عملت النظام الاجسام دي كلها والاجسام دي، وجبت ناس كويسين وحس وعوض يا رب ده جبته من الشباب برضه اشتغل وابدا، يعني انا نظمت نظام كويس جدا. وبعدين يعني نازل كلهم ما عندهم مخصصات، يعني زمان كل واحد سايق عربيته وحايم بيها سايق الهنتر وعاملين هنتر. طيب بجيب لهم الاكل والله بينقلوا شيء ابو العباس، يعني جات معك بالخساره معي يعني. طيب سعاده العميد، يعني احنا تحدثنا عن وجودك داخل الحكم رغم انك انت لم تنتمي سياسيا ولم تشترك في الانقلاب من الاصل، ورغم ذلك تم اقصاء بعض الاشخاص من او شخص محدد من رئاسه مجلس ثوره مايو سليمان غندور او مزمل سليمان غندور، يعني لماذا يتم اقصاء المشتركين ويتم جلب غير المشتركين والتي يعني لمجرد قد تكون علاقات تدريس او علاقات صداقه او ما الى ذلك؟ هو يعني مزمل ده طبعا كان قايدنا في جبيت، ونمير ذاته بعد قصه بتاعت خالد الكد كويس، وكان عمر الحاج موسى هو كان المحقق، كان محقق زول ثاني، لكن يعني بعض الاشخاص قاموا مشوا لموسى المبارك وكده وعينوا عمر الحاج موسى، وعمر الحاج موسى هو اللي براهم باعتبار انه ديل كلهم ضباط كويسين وما عندهم حاجه وكده. فيعني نميري براه نقلوا الجنوب، وكان برضه في الجنوب كان عمل عمليات كويسه جدا يعني ناجح خالص خالص. حتى رشيد ابو شامه كتب في جريده الايام عن الدور بتاع
نمالي وبطولته وكده، عشان ده يوري للناس القياده ديل انه الزول النمالي ده هو زول عمل كبير جدا حسب الناس اللي قاعدين في القياده هنا. وبعدين قاموا عايزين يودوه وين؟ ودوه جبيت. يعني مزمل هو قال ما عنده مانع ياخذه معه، وجاء وكده واشتغلنا شغل كويس في الجبيت وبناه ثاني من اول جديد وكده. ويعني اول كورس يكون كده تمام الجماعه ديل ناس فضل الله بورما وقريه والجماعه ديل كلهم يعني طلعنا منهم احسن ناس احسن ضباط، يعني كانوا ناس مثقفين وفاهمين وكده. وين اول يوم انا كنت مزوم الكورس قلت لهم كل واحد ضابط الورقه والقلم في جيبه طوال، يعني نطلع الخلا ده ما يركب العربيه يقول انزل سؤال اول كده 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 كده، يعني ما في يعني لعب. عشان كده ديل طلعوا ناس كويسين والحمد لله في بعض الناس الموجودين منهم زي عثمان. طيب يعني اسباب اقسام الزميل سليمان غندور شنو؟ والزميل سليمان غندور يعني لما نساله هو كان في كورس هو والباغر في مصر كويس، فقاموا اقصى وانا قصدت من الترشيح رئاسه مجلس ثوره مايو. ما كويس ما قلت لك هو هناك، فقال للباغر خلاص احنا نرجع، يعني هم بقوا ناس كبار في الجيش وكذا احسن نرجعوا. لما جو كانوا في ناس ضباط الاستراحه بتاعته هناك على البحر، ففي بعض الجماعه جو مشوا له ويعني اتكلموا معاه وقال لي والله يعني احنا يعني ان انت كنت واحد من المرشحين وكذا وبتاع. فهو الاماري كان يعني برضه بيحترم مزمل الغندور دي، فكانوا نادوه هناك. حتى الباغر ذاته لما كان هناك في كورس رسل لي واحد صاحبي اسمه معانا في سلاح عمر النصري حمزه، قال لي تعال وقابله في البيت بتاع الكاتب الاشاره هناك. والباغر ده قال لي عمر النصري قال له يا اخي في الحقيقه انا نمير بعرفه لكن الضباط الصغار ما بعرفهم. عمر النصري ده طبعا زي ابوه لا بيعرف يكذب لا كده، قال لي والله يا خانه اجي زاد ما دايره ما بتكلم في الناس اي حاجه عن زول بطل ما بتكلم. فقاموا جو ففي جماعه ومشوا للمزمل في المحل في الاستراحه بتاعت الجيش وقالوا له يا اخي انا كنا عايزين نخليك تبقى الرئيس وكده. فقام مزمل مشى عمل اجتماع في القياده هناك مع مجلس الثورة كلهم. ففي بعض الناس هاجموه قال له والله انت في اكتوبر سحبت العريضه وكده والى اخره. فقام قال لهم والله يعني انا يعني زول زميلكم وكده وبتاع هناي وحتى الناس يعني جوني وكده اتكلموا معاي عشان انه انت المفروض تكون القائد وكده وبتاع. قاموا قال لي تورينا منه اجوك منه. فغايته وقال لهم خلاص بكلم نميري كلم نميري. اي فنميري مجلس الثوره قرروا خلاص الباقيين من دبعات ناس نميري من ناس مزمل كانوا اربعه. فنميري شنو؟ قرر يشيلهم الدبعه، هو نميري الدبعه الاولى وده الدبعه الثالثه. وقرر يشيلهم الاربعه كلهم كده. فقام جابهم وطلعوا من هاي بسبب لخروجه هو ومع اخرين كمان. مع الاربعه الاخرين وكده هاي. طيب يمكن تكون يعني بعد ذلك الحياه الثانيه حتى نميري ده انا عندي معاه علاقه كويس خاصه يعني في جبيت ومن بدري جدا ودوعت نزيل اخوي كان معاه في علاقه اسريه وكده. وهو متزوج اخت محمد محجوب عوض الله يعني معانا في اشاره. فمزمل يعني في جبيت يعني عمل حاجات كثيره وعنده زول مثقف وكل شيء وزول شاطر ف يعني كان مره اعتقلوا بعد كله اعتقلوني مزمل. ففاروق عثمان حبطنا الله كان بيمشي يمر على السجن واي زول عيان ولا كده عنده تعليمات فاروق ده اي زول عيان ومع ولا كده يودوه والاكل واي حاجه يعني حتى من اسهري مات فاروق هو الامر انه يودوه للسبيطار. اي لما الاسهري انا مشيت يصيب بالمرض. فانا مشيت قام جا فاروق وقال لي نميري يا اخي مزمل داير يقابلك. انا كنت قاعد معه قال لهم بس مشي ده صاحبه منير.
ومش هتلاقيه في السجن يعني، كنت بزوره طوال وكده. فقام قال لي يعني وراني انه بيلوم في الناس انه هو كان الغايد بتاعه وهو قبله، وانه كان يعني دايرين طفشوه وقبله بعوض. والعسكري اصلا قايم على احترام القايد. اي اي فيعني هنا طبعا اتكلم كلام كثير، لكن انا لما مشيت يعني خطيت الكلام بصوره كويسه وكده، وبمشي له طوالي. طيب يعني مايو كانت قاسيه في العديد من الاشياء، من ابرز التعامل مع الزعيم اسماعيل الازهري. يعني عذرا يعني الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد يتحدث في بعض افاداته انه ازهري تم حبسه في غرفه صغيره جدا بلا سقف. الشيء الاخير بعد وفاه ازهري ايضا كانت هنالك يعني اشياء لا تليق بالزعيم الازهري ولا بحرمه الموت حتى، ومن ضمن الاشياء التي تمت احتقال بدري سليمان الوكيل ذاك بتهمتنا والله بتوزع في منشورات. فنتحدث عن هذه الاشياء بشفافيه تامه وبكشف ل بحقيقه تامه. اول حاجه سنه اقول لك سنه 60 في جوبا كانوا ناس ازهري ديل محتعلين في جوبا، مجموعه من الناس وكده، وانا كنت هناك في جوبا، فكنت بمشي بحرسهم يعني ببيت معاهم وكده وبتاع. فالناس ناس ظريفين جدا وناس مثقفين، وحصلت من الوقت ذاك حصلت علاقات متينه جدا معاهم وكده واحترامات. فأسهري لمن كان معتقل ايام نميري وكده، فقام اخوه توفى، لما اخوه توفى اتاثر شديد جدا. وفاروق هو الامر يودوه هناك الخرطوم، استشفى الخرطوم وكده. وكان فاروق ده حريص بانه اي زول يعالجوه واكل كويس كل ده فاروق ده. لكن في السجن عمل ازهري معامله قاسيه. في السجن عمل الزعيم الازهري معامله قاسيه. وين يا دوسية؟ يعني قلت لك الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد بيتحدث في افادات موجوده وموثقه، واي زول يخش جوجل ويكتب الكلام ده حتجيه مباشره، انه كان في غرفه بلا سقف الشمس داخل غرفة أسهر يعني. والله يعني أول حاجة يعني لأسهر دي بالذات، عشان أرجع لك التاني، أسهري لم ينعي عشان أخوه مات ودوه هناك وكانوا بيأكلوا. لا قبل العيا، قبل المرض. والله أنا ما أنا ما أنا ما أعرف اللي هنا، لكن أنا بتذكر إنه فاروق ده حريص جدا على إنه يشوف الناس وكده. وبعدين من ضمن الناس بنجلك قصة بدري يعني، لكن لمن أسهري مات دي، نجي لمن أسهري مات الله يرحمه، لمن الله يرحمه، لمن مات ضرب لي على شمه، الكتاب موجود برضه. على شمه ضرب لي، قال لي يا أخي توفى في المستشفى الرئيس أسهري. فهو قلت له خلاص، وقال لي أنا حضرت البيان، قلت له خلاص قوله. ضربت لي فاروق عثمان حمدان الله. فاروق قال لي يا اخي كيف يا اخي احنا انا ذاتي حمشي اعزي لانه عثمان امين متزوج بنته مدير كويس، وضربت النميري كلمته وكله نزل موافقين انه زعل، وفعلا علي شمو زعل. طيب انا شخصيا اجريت لقاء مع بروفيسور علي شمو لواحده من الصحف كصحفيه ورقيه، تحدث لي انه البيان جاءوا تلفون من القصر الجمهوري مباشره انه متزيع البيان. قال لي قلت لهم انا اسف جدا يعني البيان اتزاع وانتهى، وقال لي نزلت شلت البيان مباشره وتحدثت عن الزعيم اسماعيل الازهري. ده كلام بروف شمو بلسانه يعني. طيب ما قال له هو يتحدث عن انه القصر قال انه ما يقدم بيان بانه حيشيع الساعه كذا كذا الزعيم الازهري حتى لا يحدث تجمع. ما كويس يعني ما في سماح، في عدم سماح. انا كامين عامل الصور وريتك الحقيقه شنو. انا قلت لهم زيوا البيان كويس، لكن الوقت ذاك مش من القصر، اي زول كان ممكن من النازل صافوا الاعلام بتاع اي زول ممكن من الناس المسؤولين يصوت، اي زول ممكن يقول. هم كانوا يقول لي ده يعني انا بتاع النيل الازرق ده جاني سالني وعلى شو مولاي تعالى وعلى شو مؤسس موجود، ده اللي حصل بالظبط. انا مشيت حضرت الدفن كويس بتاع زعيم الازهري، وبعدين جيت. اذا في تضارب في الروايات قبل ما نمشي لقدام، في تضارب في الروايات. لا ما لا 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 الحاجه المهمه يعني وليك الناس زي كلهم كيف يعني الناس زي العابدين وخالد حساب باز دي كلهم اهلهم دي الاتحاديين، كلهم دول اتحاديين. لكن يعني لا لا المهم انه حضرت الدفن وجيت البيت. انا ساكن في المغرب. لما جيت جاني ابو بدري سليمان عباس
في البيت، قال لي يا اخي بدريه، قال وزعت المنشورات وهي في المركز الشمالي هناك في مدرمان والنباوي. جبت عربيتي مشيت لفاروق عثمان وزير الداخليه، يا فاروق يا اخي في واحد اسمه بدريه سليمان العباس، هي يعني قالت الكلام ده هي ذاتها. قلت له زميلتي في الجامعه كويس؟ وقالوا وزعت المنشورات وقبضوها. وابوها جاني في البيت وهي يعني افرض وزعت المنشورات اسهل يتوفى، يعني ما حتعمل حاجه اسهل، انتوا عايزين يعني تعملوا بطولات ساكت ما خلاص. والله فاروق ده رفع السماعه لعلي ياسين مدير بوليس، قال له بدريه سليمان عباس في المركز الشمالي تفكر. طلعت مش في بيته. طيب يعني انا شايفه احتمال عشان نصل لحل وسط، احتمال تكون في تضارب اراء، يعني احنا معروفين انه في السودان في اي حكم في اي حزب بتكون في لوبيهات، يعني ممكن جدا انت تقول لبروف علي شو زيع البيان وشخص ثاني يقول لي ما تزيع البيان. على العموم خلينا نتحدث عن نقطة ونختتم بها هذه الحلقة اللي هي بعد إذنك لأنه فضل لنا 3 دقائق، السيطرة الآلية الميدانية في انقلاب مايو، يعني معروف كان أبو القاسم محمد إبراهيم في سلاح المظلات، منو ثاني كان موجود وكيف تمت السيطرة على الأوضاع، يعني لا كيف لا تمت السيطرة من مختلف الجهات والفئات؟ ما دول هم الاثنين اللي عملوا القصة دي، يعني خالد حسن عباس وضباط المعاون المدرعات والمظلات في ابو القاسم وفي زين العابدين، دول الاثنين ودول هم جوا مع بعض كده وهم عملوا التحرك كده. فالحاجه الثانيه يعني الاتحادين بالذات، يعني ديل الاتحادين بدريه دي كان خطيبها واحد وكمال عمر احمد، كمال عمر احمد ده يعني معانا في الجامعه وكده، قبضوه معاها وحكموه بالسجن محكمه بهناية عسكري بتاع توزيع المنشورات. نعم. فانا ما يوم طالع في من القصر كده في المساء لقيت امه ما قالت لي حاجه، قالت لي والله انا اخت احمد السيد حمد، لكن انا ما جاي اخو، انا عندي ولدي يعني عندي 7 بنات وهو زول هناك. قال وزع المنشورات بين نفسي، عملت لي انا الاسترحام ورسلته واحد بوسط واحد للقضاء العسكري. ثاني يوم رده قال لي يعني لا ما نجح، يعني الرش عمل لي توصيه وكده، وجيت كلمت الناس زي ذاتهم يعني سبو القاسم والناس الجماعه زي ذاتهم يعني زي العابدين والجماعه وكلهم اثنين كلمتهم وفكوه. سعادة العميد طبعا يعني احنا لما نتحدث عن الاشكاليات الموجوده في عهد مايو نحن بنتحدث عن تحديدا، ومعروف انه مايو كان عنده العديد مع الاشكاليات مع حزب الامه في احداث الجزيره ابا، مع الشيوعيين بعد انقلاب هاشم العطا، مع الاتحاديين في كيفيه معامله الزعيم الازهري داخل السجن واثناء يعني موكب التشييع. فنحن دايرين نفصل ما بينك كمؤرخ وما بينك كمشترك في الحكم المايوي. على العموم نتحدث عن اشياء برضه لا تخلو من الطرافه واللطف، يعني صحيح كان وانت في القصر في فول العباسي اللي هو كان بيكون منه دائما الاكل، وكانت في بعض الجهات يعني صدرها برضه مفتوح للمظالم لانه في ناس ظلموا، مثلا زي بروفيسور عبد الله الطيب في الوقت ذاك اللي هو اقيل تقريبا من الجامعه باعتبار انه عنده برضه وظيفه وعنده مصدر دخل في الاذاعه. نتحدث عن هذه الاشياء الخاليه من السياسه ومكتمله الادب واللطف. اول حاجه الحاجات دي تاني زي ما اقول لك الكلام بتاع الاسئله دي كلها اجابته في الكتاب بتاع اللي اديتكم. ما احنا لكن لا لا ما اوريك 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 يعني بالضبط. يعني اول حاجه الجزيره ابا، الجزيره ابا دي تفاصيلها كلها كاتبه مما الناس اللي مشوا وجابوا الصديق المهدي نتحدث عنها في حلقات اخرى. نركز هسه على موضوع دي نمره واحد. نمره اثنين العلاقه مع الاتحاديين، بتلقي انا من حي مضوي ناداني وعندي ولد خالتي هناك جنب الشيخ النور وكده، ولقيت معاهم نازل وانا جبتهم كيف ومشوا لفاروق تكلم منير يعمل لكم اللغة، عملت لهم اللغة وجيت موسى المبارك وعز الدين السيد وحي مضوي نازل كلهم واتفق معاهم وخلاهم شنو، وقال لهم عندنا في الشريف وعندنا نازل كلهم